رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة استوديو الحريق. لسه مكملين معاكم حلقتنا وخلونا بقى نروح لتحليل المباراة ونشوف كل مدير فني عمل ايه وازاي كولر قدر ان هو يتغلب على فيريرا مدرب الزمالك. ومعانا في الاستوديو واحد من نجوم النادي الاهلي واللي توج معاه ببطولات كتير جدا وكمان شارك في كاس العالم للانديه وهو كابتن عبد الاله جلال اللي هنتكلم معاه عن مباراه القمه وشافها ازاي من وجهه نظره وتحليله الفني ليها ووضع الدوري دلوقتي كمان. لكن خلوني ارحب بالكابتن. برحب بحضرتك منورنا. ده نورك والله ونوركم كلكم ونور جماهير النادي الاهلي كمان. احنا حاطين عنوان لحلقتنا الاهلي المخيف بمن حضر. انا عايزاك تحط عنوان لمباراه امبارح. لا هو حضرتك قلت خلاص الاهلي بمن حضر. هو ملخص المباراه كده امبارح وخاصه لعيبه النادي الاهلي اللي شرفونا امبارح طبعا وعملوا اداء كويس خاصه الشوط الثاني. الاهلي بمن حضر طول عمره بمن حضر. ما فيش فرق بين اساسي واحتياطي، دايما اللي موجود في الملعب هو بيبقى راجل وبيبقى قد فانيله النادي الاهلي دايما، واللي بيميز طبعا لعيبه النادي الاهلي سواء اللي بره او اللي جوه هو روح النادي الاهلي. روح النادي الاهلي دايما بيبقى طاغيه على اللي بره قبل اللي جوه. وده شفناه امبارح لما كهربا جاب الهدف الاول، الدكه كلها جريت عليه. محمد شريف طبعا الحمد لله على السلامه، طبعا جماهير النادي الاهلي كلها بتبارك له طبعا وفرحانه جدا لمحمد شريف ان هو احرز هدفين طبعا بعد طول غياب، وخاصه في ماتش كبير زي ماتش الاهلي والزمالك كده، فدي بتبقى حاجه كويسه. الحاجه اللي برده كانت طاغيه امبارح اللي هي زي ما قلنا كده ان دكه البدلاء كلها كهربا او محمد شريف لما جابوا الاهداف بتاعتهم كل الدكه جريت عليهم وهنتهم وفرحوا مع الجماهير وحتى بعد الماتش، فكل ده بيميز النادي الاهلي. وده اللي هنفضل نقوله برضو لسه قلناه برضو، ده العنوان الملخص بتاع الاهلي بمن حضر. صح بالظبط كده. كابتن بتشوف ازاي صداره الاهلي وان هو فارق دلوقتي بثمان نقاط وتقييمك كمان دلوقتي للي وصل له الاهلي؟ هو بصي دايما احنا يعني خلينا نتكلم بلسان الحال جمهور النادي الاهلي، دايما انا بتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي اللي هو الطبيعي ان الاهلي دايما في الصداره. ممكن يحصل تعثر في بعض الماتشات في بعض الاوقات، لكن احنا ده اسمه منطقي في الكوره، يعني لازم هيحصل تعثر، ما فيش حد بيفضل على طول السهم بتاعه لفوق ماشي على طول او في المجمل عالي، اكيد هيحصل تعثرات زي ما حصل مثلا في ماتش فيوتشر او في ماتش سيراميكا، كانت فتره دي طبيعي بيحصل هزه، لكن الاهلي بيرجع بسرعه لمكانته الطبيعيه سواء في صداره الجدول او زي ما بيقولوا كده الاداء والنتائج الطبيعيه بتاعته ان هي يبقى في مكسب وفي استمراريه للمكسب على طول. وده اللي الاهلي او خلينا نتكلم بشكل اوضح الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر ان هو يعني الفتره اللي فاتت بدا يعوض الفتره اللي حصل فيها اخفاقات بلسان حال الجمهور اللي هو ماتش فيوتشر وماتش سيراميكا، فعوض الفتره دي كلها ان هو برده رجع ناس، بدا يتكلم مع ناس، بدا يفوق ناس، بدا يطور من اداء ناس، بدا يشوف الاخطاء فين ويصلحها، وده اللي بدا يطغى على الاداء والنتائج بتاعه الفريق الفتره اللي فاتت. عشان كده الاهلي الفتره دي ماشي كويس والسهم بتاعه عالي والحمد لله ان هو في الصداره، ويا رب دايما يكون في الصداره كده ان شاء الله. بقى هاخد من كلامك عن مستر كولر وخلونا نتكلم عن جرأه مستر كولر في اختياراته للعيبه. يعني خلينا من ماتش سموحه ونزل كهربا من اول دقيقه، تيجي ماتش الزمالك الناس كلها على السوشيال ميديا كانت عماله تقول ايه لا ما ينزلش كهربا ده عشان مشاكل مش عارفه عشان ايه، خلاص ده ممكن ما يبقاش الفورمه، نزل كهربا والرهان بتاعه طلع صح، تبديله بالشريف وبرده رهانه طلع صح. قوه شخصيه كولر في الملعب عايزاك تكلمني عن ده. هكلمك بالمجمل كده، ما ينفعش المدير الفني دايما يبقى زيه زي الجمهور. صح. لو المدير الفني زيه زي الجمهور يبقى ايه الفرق؟ مظبوط. خلاص بقى نجيب اي حد من الجمهور ويمسك هو اللي ايه الفريق. فعشان كده دايما المدير الفني لازم يبقى نظرته مختلفه للاعيبه بتاعته. دي نمره واحد. نمره اتنين، دايما المدير الفني هو اللي عنده الكواليس، احنا ما عندناش الكواليس، احنا عندنا المشهد الاخير اللي احنا بنشوفه اللي هو 90 دقيقه بتاعت الماتش، لكن ما عندناش الكواليس اللي هو حاله اللعيب سواء في التمرين، حاله اللعيب النفسيه في التعامل النفسي بين المدير الفني وبين اللعيبه بتاعته، كل دي بتفرق.
كل دي ممكن يكون اشتغل عليها، وده مؤكد 100% ان مستر كولر يكون اشتغل عليها الفتره اللي فاتت دي، وخاصه ان كهربا رجع من وقف 6 شهور، فتره كبيره جدا في عمر لاعب الكوره انه يقعد من غير ممارسه ماتشات. مش هقول لك يعني برضه لما يكون الواحد بيتمرن ست شهور بدون هدف ومش عارف نهاية الموضوع ايه، فبتبقى مش لذيذة، بتبقى في حالة همدان عند اللاعب. لا، فهو ممكن يكون لعب على الحالة النفسية بتاعت كهربا، وده بنسبة 70-80% لعب عليها. نمرة 2، في وجهة نظر المدرب بنى عليها من خلال التمرين اللي هي الكواليس اللي احنا بنتكلم فيها، وكان طبعا اللعيبة اكيد بتتمرن كويس، بتنفذ الخطط بتاعته او الشكل التكتيك بتاعه اللي هو بيلعب عليه في الماتشات، وعشان كده هو اصر على انه يختار محمود كهربا انه يبدا بيه الماتشين اللي فاتوا. وكان عنده حسن ظن المدير الفني قبل ما يكون عنده حسن ظن الجماهير. الحاجه الثانيه، دايما احنا ما عندناش الكواليس ان احنا برضو نقدر نقول ان انا اشيل لعيب او اغير مركز لعيب من مكان لمكان. احنا عندنا دايما نقول مثلا ايه، كهربا معروف ان هو وينج، فبين يوم وليله هلعبه فرويد وهلعبه ايه اهلي وزمالك، فالجماهير بتتخض وبتقلق. لا، انا ليا نظره، انا ليا مدير فني عندي واثق في اللعيب بتاعي، ان انا مهما احط او اغير المكان بتاعه هيديني. امبارح كلنا اتفاجئنا برضو ان خالد عبد الفتاح برضو مغير مكانه من باك رايت لسيرباك. كل جماهير النادي الاهلي قالت ان محمد هاني هو اللي هيلعب في قلب الدفاع، وخالد عبد الفتاح هو اللي الباك رايت. فوجئنا بالعكس، وفوجئنا اكتر كمان ان خالد كان قد المسؤوليه وكان بيأدي برجوله وحماس وقد تيشيرت للنادي الاهلي، وهاني برضو عمل ماتش كويس طبعا معاه. بس انا بتكلم ان هو كتغيير من مركز لمركز في ماتش كبير زي اهلي وزمالك، زي ما بنسمي كده الديربي بتاع الوطن العربي او ديربي القاهره، ده دايما بيبقى في حد ذاتها فيها ريسك وفي مخاطره دايما عند الجماهير، دايما بتحسبها كده بانها مخاطره. فعشان كده الحمد لله ربنا كرم ان هو اختياراته كانت في محلها، قد الثقه اللي هو اداها للعيبه بتاعته، والحمد لله قد احنا وعمل. نقدر نقول ان مارسيل كولر خد شهاده معتمده وثقه كبيره جدا من الجمهور، ويمكن دي المميزات اللي انت بتتكلم عليها كابتن. عايزين نتكلم برضو عن الحاجات اللي محتاجين ناخد بالنا منها الفتره اللي جايه. يعني هو برضو يعني الاخطاء ما يعني ما بتخلص. صحيح. كره القدم دايما مبنيه على الاخطاء سواء عندي او لا. كل ما قللت الاخطاء عندي كفرقتي دايما الاداء بيعلى معايا، ومن خلال الاداء لما بيعلى بتديني نتائج كويسه وبجيب اقصى حد في النتائج، والعكس كل ما بعتمد على اخطاء الاخرين وبدوس فيها وبشتغل على الثغرات بتاعه الاخطاء الفرق الثانيه بجيب اداء كويس، وفي نفس الوقت بجيب انا فاهمه برضه يعني كويس. مثلا امبارح شفنا الشوط الاول مش حلو زي الشوط الثاني، الاهلي ابتدى يبدع في الشوط الثاني. ما هي الحاجات دي اللي احنا بنخاف منها وعايزين الشوط الاول يبقى زي الشوط الثاني، عايزين كل حاجه تبقى كويسه، عايزين او احنا عندنا احنا عندنا برضه يعني برضه ايه، احنا عايزين اللاعب المصري ما بيت يعني في الحته الفكريه او الحته العقليه ما بيتطورش بسرعه على قد الفنيات. يعني احنا عندنا اللاعب المصري بالعموم، مش بتكلم على الاهلي بس او يعني لا، بتكلم على اللاعب المصري بالعموم ما بيحاولش يطور من العقليه بتاعته. العقليه ايه؟ ان هو يستفاد وان يصلح اخطائه ويقلل اخطائه بسرعه فاقرب فرصه. دايما عندنا حته اللي هو اللي بيقول لك الماتش ده بيحصل فيه بتاع اول ربع ساعه جس نبض، احنا بقينا دلوقتي دخلنا بقى الشوط الاول كله جس نبض، ونبدا بقى ايه نشوف بقى الشوط الثاني من الفرقتين. يعني خلينا نقول الشوط الاول ما كانش فيه حد اعلى من الثاني ولا 1%، الفرقتين كانوا بالنسبه لي متساويين بشكل كبير. كان في برضه شده وخضه، ويعني الفريق لا هو ممكن يكون في حرص زياده بعض الموضوع بيبقى موضوع حساس جدا. هو ممكن يكون في حرص زياده، هو هي المشكله بس كلها ان في حرص زياده. في ساعات دايما الحماس ممكن لما يكون او شده التركيز بتبقى اعلى من المسموح بيها بتقلب بشكل سلبي. فممكن يكون بعض اللعيبه امبارح برضه، لان هي عمليه جماعيه، انا ممكن اكون مركز بس اللي جنبي مركز بزياده فمشدود، فلما بيطلع لي باص بيطلع لي باص مش مظبوط، فبالتالي انا بأدي الدور بتاعي مش كويس. هي عمليه جماعيه بنأثر على بعض فيها، بدليل ان احنا الكره مثلا
خلينا نتكلم في كره واحده بس بتاعت حمدي فتحي. كره اتلعبت جاي بيسيطر عليها، عدت من تحت رجله، جت خبطت في الايه في العارضه. دي برده ممكن يكون حماس زياده، تركيز زياده منه، فعشان كده الكره بعدت او ما عرفش يسيطر عليها. ده ممكن يكون مجمل الشوط الاولاني ان هو شده من جانب الفرقتين، خوف طبيعي بس بزياده شويه من عند الفرقتين اللي هو عاملين حساب لبعض قوي. وخاصه خلينا نتكلم ان احنا بقى ايه، ان دايما الفريق الخصم دايما بيعمل بيبقى عامل حساب قوي للنادي الاهلي، فبرضو المساحات كانت قليله. الشغل التكتيك اللي متفق عليه من المستر كولر كان برضو في نسبه ضعيفه في التنفيذ، هو ده اللي كان مجمل الشوط الاولاني. والشوط الثاني طبعا الشوط الثاني الدنيا فتحت بقى. لا الشوط الثاني برضو خلينا نتكلم برضو ان في جزء كبير برضو زي ما قلنا بنتفق ان في اخطاء فتحت لي انا الملعب. انا كان المدير الفني للخصم برضو ممكن يكون عمل اخطاء قبل التغييرات، عشان كده الناس برضو الناس بتتكلم على ان هي التغييرات بس اللي عملها مستر فريرا في نادي الزمالك فرقت كتير مع الاهلي. لا انا برضو عندي برضو الشغل اللي اتعمل من او خلال تسريع الريتم المباراه من خلال اللعيبه بتاعتي، وان انا العب برضو على الثغرات اللي موجوده في التيم اللي موجود الشوط الثاني قبل ما تحصل التغييرات برضو فتحت لي الملعب. يعني احنا مثلا افترض او اعتقد ان الجون الاولاني بتاع حمدي بتاع كهربا لما حمدي فتحي لعبها بالعرض تقريبا قبل التغييرات، تقريبا قبل التغييرات اللي لم تخن الذاكره، بس برضو بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنعتمد عليها او مستر كولر بيعتمد عليها. بعد تغيير منهم وكان الثاني وكان التغيير الثاني على الخط، يعني كان لسه على الخط. هيرفع اللوحه بتاعه التبديل كهربا جاب الجول. فهي برضه هي خلينا برضه نمشي في نفس الايه. هنكمل يا كابتن، هنكمل بس عندنا فاصل، هنطلع فاصل ونرجع ثاني. نرجع فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل بقيه حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه معانا ومنورنا الكابتن عبد الله جلال نجم الاهلي السابق. ونروح من ماتش القمه وكواليس ماتش القمه، ولا نستنى شويه نكلموا عن الاخطاء اللي حصلت امبارح؟ لسه عايزين نتكلم شويه عن الماتش، لسه في حاجات كتير عايزين نتكلم عنها. عايزين نتكلم عن مستر فريرا. يمكن احنا قبل الفصل حضرتك كنت بتتكلم عن التغييرات اللي عملها مستر فريرا. من وجهه نظرك سبب خساره الزمالك امبارح؟ والله انا شايف هنا برضو يعني بنسبه 90%، مش هقول مثلا، خلينا نخفض النسبه شويه برضو عشان ما نبخس حد. فالاهلي برضو عمل ماتش كويس، بس في نفس الوقت في تغييرات اتعملت سيئه جدا. وخلي بالك ما هي مش ماتش الزمالك، مش ماتش الاهلي والزمالك بس. مستر فريرا بقاله 4 ماتشات، ويمكن الكلام ده انا قلته على السوشيال ميديا وقلته لناس زملكاويه حبايبي من باب النصيحه. الراجل بقاله 4 ماتشات ماشي غلط، سواء في تشكيلات او طرق لعب او تغييرات. خلينا نتكلم في التغييرات، لان اللي خصنا امبارح في ماتش الاهلي ويمكن فتح بنسبه كبيره وحسن الاداء وفتح الماتش هي التغييرات بتاعته. تغييرات امبارح غريبه جدا، وهو برده مصمم، يعني مصمم ان هو يمشي في المسلسل بتاع التغييرات، سواء ان هو يبدا بحد ويغير حد فبيغلط، يعني بيجي يصلح الغلط اللي هو عمله بيصلحه بغلط تاني، زي ما هو عمل كده امبارح، طلع عبد الشافي نزل سيد نيمار اللي هو ما بيلعبش برجله الشمال، دي نمره واحد. نمره اتنين طلع برضو حمزه المسلوسي اللي هو باك رايت فعلي وحافظ مكانه، حافظ واجبات مركزه، جاب محمد عبد الغني حطه باك رايت اللي هو اصلا مساك وكان بيلعب في نص الملعب اللي هو من البدايه اصلا مش نص ملعب. فهنا برضو احنا بنتكلم في مسلسل التغييرات عند مستر فريرا، ونقيس على كده ان في الماتشات اللي فاتت سواء في ماتش الداخليه، ماتش اسوان، دول الاقرب للذاكره برضو في الماتشات بتاعتهم كان نفس الموضوع وماشي على نفس المنهج. تشكيلات او بيبدا بدايه غلط، ولما بيجي يصلح الغلط بيغلط اكتر فبيسوق الاداء وبيسوق بعد كده النتيجه، عشان كده بيوصل للي احنا شفناه امبارح. بس طبعا ده ما يقللش
من مكسب النادي الاهلي. وزي ما قلنا كده في الاول وفي الاخر، هي اللعب لعب كره القدم اصلا بتعتمد على الاخطاء، وانا صح. استغليت الخطا بتاعك، انت اديتني هديه على طبق من دهب زي ما بيقولوا كده، وانا استغليتها وكسبت في الاول وفي الاخر. أكسبت. يمكن كنت بكلم مع حد من الزملاء قبل الهوا، وكنا بنقول انه كان بيقول لي الزمالك غلط في كذا ومش عارف ايه، قلت له ما هو ده هنا الفرقه القويه بتيجي، ان انت تبقى مجهز نفسك كويس قوي عشان لما اللي قدامك يغلط تعرف تستغل الغلط ده كويس. ما هو ياما شفنا ماتشات الخصم بيغلط وانت ما بتعرفش تأدي كويس، هو ده أكيد. اللي وصلنا يعني كولر قاعد في الملعب زيه، يعني اقول لك ايه، زي الجمهور قاعد مركز مع الكوره وبيشوف ده بيغلط هنا وده حصل، والابديتس كلها مركز فيها وبيقول لهم اعملوا كذا، والنوتس استغلوا دي النوتس اللي قاعد انت بتكتب ايه يا استاذ كوره؟ الناس عايزه تعرف اللي بتكتب على طول بيكتب، الناس عايزه تعرف اللي اتكتب. يعني احنا عايزين نكمل اسئله كتير معاك، بس عايزين نطلع بس من ماتش القمه ونروح عليه كده شويه، وتكلمنا عن مشوارك مع الاهلي وبدايتك معاه كانت امتى وكل حاجه. يعني انا مشواري بدا، اولا كنت بلعب في مركز شباب المدينة في السويس، وكان معايا مدربين يعني في منهم الله يرحمه يعني، وفي منهم اللي عايش ربنا يديه الصحة، بس النقلة جت عن طريق كابتن أحمد الطيب، يعني كان هو حكم وكان بيشافني في أحد التمرينات يعني وكده، وتواصل مع المسؤولين في النادي الأهلي، وكان ساعتها مستر كروفر هو وكابتن محمد وهبه هم اللي ماسكين مدرسة الكورة، وحصل تواصل بين الكابتن احمد طيب وكابتن محمد وهبه، والحمد لله حصلت النقلة دي، وبدأت اتدرج من خلال الفرق الناشئين الحمد لله، لغاية ما لعبت برضو وكنت راجع من بطولة افريقيا، والحمد لله بدأت اتصعد من الفرق الناشئين للفرق الاول، اتمرنت اول سنه، وبعد كده الموسم اللي وراه مستر مانويل جوزيه كان بيتابع الفرق الناشئين، والحمد لله اخترني من الفرق الناشئين، كنت مصعد مع فرقه اعلى مني يعني، كان الفرقه بتاعت كابتن عماد متعب، والحمد لله خدني من المجموعه دي، وكنت مميز الحمد لله، وكملت المسيره بتاعتي بقى الحمد لله لغايه ما وصلت بقى 2006 2007، ده الموسم الجيل الذهبي زي ما بيقولوا كده، كان فيه كل البطولات الحمد لله، دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، ثالث كاس عالم الحمد لله، سوبر افريقيا الحمد لله، كنت واخد كل البطولات في الوقت ده مع النادي الاهلي الحمد لله. فاكر اول يوم ليك في النادي؟ فاكر اول يوم ليا في النادي. احكي لنا عن اول يوم ليك في النادي الاهلي. اول يوم كان اخواتي الكبار هم اللي خدوني، انا طبعا كنت 12 سنه او 13 سنه تقريبا، وخدوني من بيتنا يعني وكده، وودوني النادي الاهلي، وكان في تواصل بين يعني خدت رقم الكابتن احمد ناجي تقريبا انا فاكر كده، تواصلت معاه وهو استقبلني على باب النادي الاهلي فرع مدينه نصر الناشئين هناك، وخدني من ايديا ووداني عند مستر كروفر وكابتن احمد وهبه وعرفنا عليهم، ونزلت التمرين يعني الاول غيرت ونزلت التمرين مع فرقه الناشئين، والحمد لله كانت تمرينه كويسه، والحمد لله كابتن محمد وهبه أثنى عليا، وحصل تواصل بعد كده مع المسؤولين في السويس، والحمد لله تم. وانت داخل بقى كده النادي الاهلي وانت بقى عندك 12 سنه وده حلم كل اي واحد بيلعب كوره في مصر عايز يروح النادي الاهلي، اكيد كنت بتقول ايه لنفسك من جواك كده، بتفكر في ايه؟ يعني هو لو قلت لك ان الصدف او الحظ او توفيق ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ربنا اكرمني ان انا اصلا كنت هبطل كوره قبل ما اروح النادي الاهلي على طول في التوقيت ده. والدي الله يرحمه كان بيهتم بحته التعليم شويه يعني. وانا الحمد لله يعني بحب الكوره قوي. وكان ليا يعني ايه، كان زي ما بقول كده بلعب في مركز الشباب ده في اخر ماتش خلاص اللي هو اخر ماتش. فلازم العبه. وكان الكلام ان انا يعني عارفه اللي هو الطموح ان احنا عندنا في السويس اللي هو ايه منتخب السويس حاجه عظيمه ان انت تلعب بقى ماتش كويس جدا قدام منتخب السويس والناس تتكلم عليك، فدي حاجه جامده التوب طبعا. التوب يعني. فالحمد لله عملت ماتش مميز، وبعد الماتش تقريبا برده كان في تمرين ليا، فالكابتن احمد طيب كان بيتمرن، كان هو حكم برده في الوقت ده وبيتمرن، وجي وقفني وسالني سؤال يعني اللي هو ايه ملهوش علاقه وانا جاوبت يعني جاوبت اجابه ملهوش علاقه بالسؤال. اوكي. يعني تروح منتخب السويس ولا الاهلي ولا الزمالك تقريبا، عشان ما برضه او الاسماعيلي مش فاكر، عشان برضه هو اسماعيلاوي شويه برضه كابتن احمد طيب برضه مايل. فرديت عليه حاجه ثانيه خالص، قلت له الاهلي. يعني انا قلت له حاجه ايه؟ قلت له الاهلي.
قال لي الاهلي، قلت له خلاص ماشي. عدى يومين وبعد كده لقيته هو بي 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 بيتصل بيا في البيت يعني. لا خلى كابتن رافض بن داري كان برضه هو المدرب بتاعي، ربنا يديه الصحه يعني، هو في من ماسك مدير فني منتخب فرقه بنياس براعم هناك، ربنا يديه الصحه يعني. فكلمني وقال لي كلم كابتن احمد طيب عشان هو عامل لك حاجه كويسه. كلمته فهو قال لي بتوع النادي الاهلي عايزينك وكده، وحصل ايه تواصل. وحصل بقى بعد كده ان انا رحت النادي الاهلي وقابلت الكابتن احمد بهبه، والحمد لله عملت حاجه كويسه هناك، وبعد كده حصل التواصل بين المسؤولين وخلصت مع النادي الاهلي. توكلت على الله. الحمد لله. يعني عايز اسالك يا كابتن، ايه اهم البطولات اللي شاركت فيها مع الاهلي؟ انا دايما بقول ان اهم بطوله في حياتي مع النادي الاهلي هي دوري ابطال افريقيا 2006. اشمعنى؟ ليها ذكرى كويسه معايا، ويمكن لو كلنا لو الناس كلها انا شخصيا يعني، انا بكلمها شخصيا يعني. اولا يعني ما كانت دي يعني اول بطوله ليا مع النادي الاهلي شارك في دوري ابطال افريقيا، اتحط اسمي في القائمه الرسميه. دي حاجه. الحاجه الثانيه شاركت بشكل فعلي في الماتشات الحمد لله يعني. وعشان نوصل للنهائي ده ورايح بقى يعني رايح ان احنا خلاص بقى احنا متعادلين في القاهره ويا رب بقى ايه نكسب هناك حتى 1-0، فانا قاعد على الدكه اصلا بعيط يعني، انا قاعد بعيط وخلاص فاضل بالظبط 5 دقائق وقاعد بعيط. ويعني حصل موقف يمكن من فتره قريبه تقريبا، كان كابتن امير عبد الحميد حكى الموقف زي كده، بس انا قاعد بدعي يا رب البطوله دي اخدها عشان دي انا مش انا يعني مش هقول لك مش فعلا هو انا مش ضامن بعد كده يبقى في استمراريه ليا في الفريق، مش ضامن ان بعد كده يبقى في استمراريه ان انا اخد بطولات مع النادي. ما حدش ضامن برضو الايه الظروف لان الكره مش مضمونه. فانا عايز حاجه اول مره اوصل نهائي. فقاعد بعيط وعمال اقول يا رب يا رب يا رب وفعلا جه جون. انا يمكن لو تعادل كل الناس لما بتيجي الجون بتاع كابتن ابو تريكه وبتاع انا اول واحد بجري عليه وبنط عليه. انا من الفرحه الهستيريه ما فيش مش حاسس بنفسي مش حاسس بنفسي، ودي اهم كانت يعني اي حد بيسالني عليها بقول له دي اهم بطوله في حياتي الحمد لله. اخيرا احنا للاسف وقتنا بيخلص، بس اخيرا عايزاك تقول بما انك شاركت في كاس العالم للانديه واحنا داخلين على كاس العالم للانديه، فاحكي لنا كده شويه كواليس عن كاس العالم للانديه. شويه كواليس يعني طبعا الكواليس هناك بتبقى كتير خاصه يعني مش عارف اجيبها لك. تمارين يعني مثلا التوقيت اختلاف التوقيت ده اللي هم 7 ساعات توقيت ان احنا بنبقى رايحين التمرين، كنا طبعا عشان في اليابان فكان ما بين الفندق اللي احنا قاعدين فيه وبين ملعب التمرين بتاع نص ساعه بالباص. طبعا اللعيبه عشان مش متعوده وطبعا انت بالتوقيت الساعه البيولوجيه بتاعتك تبقى نوم وهم هناك صحيان. احنا بنبقى رايحين الباص بقى من عاملين زي عمال يطلعوا كده زي الاطفال رايحين المدرسه بيناموا كده على كتف بعض لغايه ما نوصل الملعب نبدا نصحي بعض بقى وكده لغايه ما ننزل الملعب. دي من ضمن الكواليس اللي كانت هنا حصلت هناك. فقعدنا بتاع فتره لان احنا البطوله دي بالذات اول بطوله خدنا فيها ثالث عالم. زي ما بقول كده صلحوا او الاداره او الجهاز الفني صلح الاخطاء اللي حصلت البطوله اللي قبلها. عملنا معسكر قبلها ب 10 ايام، عملنا ماتش ودي مع فرقه من هناك درجه ثالثه والحمد لله كسبناها، كنا عملنا برده ماتش مميز هناك. فكل دي كواليس كنا بنعديها يعني. من ضمن الكواليس برده كان في احمد شديد وحسام عاشور جايبين جهاز بلاي ستيشن وحاطينه في الاوضه عندهم، نخلص التمرين محدش يروح الاوض بتاعته عشان ما ينامش. فلو نمنا هنبقى نفس الساعه البيولوجيه لان انت هيبقى عندك بتاع عشان نظبط لازم نروح نتجمع في اوضه حسام عاشور او احمد شديد كده عشان نقعد نلعب بلاي ستيشن ونقعد بقى تكمل بقى نكمل الحاجات دي من ضمن الكواليس. حضرتك شرفتنا ونورتنا شرفنا. وبتمنى يعني كده ان شاء الله يبقى مشوارنا في كاس العالم للانديه السنه دي نحقق رقم اكبر او ناخد كاس عالم انديه، مفيش حاجه بعيده يعني. ايوه لا ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله. توقعاتك ايه صح لمشوار اهلي كاس عالم انديه؟ بصي انا اتمنى دايما ان النادي الاهلي يبقى دايما نمره واحد. صح بس ده ده الامنيه عشان لو حصل صح اللي جيبه لك في حلقه بعد كاس عالم انديه. اتوقع ان شاء الله باذن الله يعني يعني اضعف الايمان ثالث زي ما احنا برونزيه. شرفتنا الله يخليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا.